السلام عليكم متابعينا الأعزاء. نحن نعيش في وقت تستطيع فيه الشخصيات الناجحة العيش وتجربة كل مباهج الحياة، وغالبا ما يكون هؤلاء السياسيون والممثلون والرياضيون المشهورون، هم أوائل الناس في المشاريع الخيرية، وبالطبع يتم ذكر أسمائهم بكل فخر في الجهات المخصصة لتنظيم المساعدات. في نفس الوقت يستريحون على يخوت فاخرات خاصة، ويقضون الوقت في المنتجعات، ويرتدون ملابسا تحمل علامات تجارية، ويقودون سيارات فاخرة دون أن يحرموا أنفسهم من الحصول على تغذية جيدة وحياة غنية. واليوم سوف نتحدث عن رجل مسيرته كلاعب كرة قدم كانت ناجحة، ولقب بأعظم سنغالي، ومع عدد قيم من الأسفار في رصيده يمكن أن يوفر له بالتأكيد وجود مئات السيارات واثنين من الطائرات الخاصة، لكنه اختار طريقا مختلفا وأصبح مخلصا حقيقيا لوطنه. فدعونا نتعرف على هذا الرجل. لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. بطل قصة اليوم صبي حافي القدمين اسمه ساديو، ولد في 10 أبريل عام 1992 في بلدة سيديو السنغالية، لكنه قضى طفولته في قرية بامبولي الإفريقية النموذجية المليئة بالمنازل المتداعية والفقراء. عائلة مانيا كانت كبيرة، حيث يعيش 10 أشخاص في منزل صغير بدون كهرباء وظروف صعبة. وكما قد تتخيل لم يكن هنالك ما يكفي من الطعام للجميع. عندما بلغ ماني من العمر 11 عاما توفي المعيل الرئيسي للأسرة، مما أدى إلى تفاقم حالتهم. وكان على ماني العمل في الحقول لزراعة السكر والأرز بدلا من الدراسة، ولكن في وقت فراغه كان يطارد باستمرار كرة من القماش مع أصدقائه في الفناء. بالطبع كان الأمر صعبا، ولكن على الرغم من كل الفقر الذي أحاط به كان الصبي دائما يحلم. بحلول ذلك الوقت كان الطفل مجنونا بكرة القدم، وينظر إلى السماء المرصعة بالنجوم في الليل، ويحلم بذلك اليوم الذي سيكون فيه قادرا على أن يصبح مشهورا وينتشل العائلة من هوية الفقر. ومع ذلك لم يشاركه عمه ووالدته حماسه، ومنعه بكل طريقة ممكنة من لعب كرة القدم، واعتقدوا أن هذا مستحيلا للاعب من قرية نائية لا يعرفها أحد، وعليه التفكير في شيء حقيقي. ومع ذلك تغير رأي الأسرة عندما أحدث المنتخب السنغالي ضجة كبيرة في نهائيات كأس العالم عام 2002، حين وصل إلى الربع النهائي. ثم بدأت السنغال في الظهور على خريطة كرة القدم، ولم يكن أمام الأم خيار سوى السماح للصبي بأن يذهب إلى عاصمة كرة القدم في البلاد. ولكن كيف يمكن أن يتحرك بدون نقود؟ لن تصدق ذلك، لكنها كانت مغامرة كاملة ليوفر لنفسه على الأقل السكن. ذهب ماني لعائلة لا يعرف عنها شيء، وقدم لها القليل من المال، وشرح دوافعه العظيمة قبل أن يسمحوا له بالاستقرار في منزلهم. وعندما ذهب الصبي إلى أكاديمية كرة القدم رأى الكثير من الأولاد الذين أرادوا الانضمام إلى الفريق الرئيسي، وفي نفس اللحظة تحطمت ثقته وإيمانه بتفرده، وتفاقم الموقف بسبب المدرب الذي ركز على الحذاء والسروال غير الرياضي للصبي. لكن عندما دخل ماني الملعب لم يخرج منه، وتغير رأي المدرب، فقد كان سريعا جدا وحركته بالكرة تشبه الرقص. ضم المدرب ماني إلى الفريق واستقر الأمر 4 أشهر لتظهر موهبته. طوال هذا الوقت كانت والدته وعمه يرسلون له القليل من النقود لدفع تكاليف السكن والطعام. إلى جانب ذلك ساعده المدرب قدر المستطاع، وتدرب ماني بجد كما ولو كانت كرة القدم حياته كلها. مرت عدة سنوات وكل ما شهدته هذه المرحلة كان فقط ملعب كرة القدم والتدريب. لكن حماسه وتفاني الصبي أجبر تلك الكشاف الفرنسيين على الاهتمام به، وسرعان ما وقع ماني عقدا مع نادي ميتس. حتى آخر لحظة كان يخفي هذا الخبر عن عائلته، وفقط عندما رأوا ولدهم على شاشة التلفاز تمكنوا أخيرا من تصديق ما كان يحدث. منذ تلك اللحظة بدأت مسيرة ماني السريعة، وكانت أنجح مرحلة في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول، ومع ذلك بالإضافة إلى مهنة رفيعة المستوى. هنالك سبب كبير آخر للفخر برجل من عائلة فقيرة. الجميع يعرف هوس اللاعب بكرة القدم، لكن الكثيرين يعرفون أيضا أنه من أعماق قلبه
يشارك في مساعدة الفقراء، ويمكن أن يطلق عليه شخصا متدينا لأنه أكثر من عدة مرات في اليوم يؤدي الصلوات ويتصرف بشكل متواضع للغاية، على عكس الكثير من الرياضيين المشهورين. ستندهشون كثيرا، لكن الشاب يعتبر من واجبه أن يشارك كل ما يأتي إليه. راتبه في نادي ليفربول الإنجليزي هو 293,000 دولار أسبوعيا، أي ما يعادل 15.5 مليون دولار في العام. ومن المثير للاهتمام أنه يستخدمها بأكبر قدر ممكن لمساعدة الناس. من الصعب تصديق ذلك، لكن لاعب كرة القدم هذا لا يقود سيارة باهظة الثمن، ولا يشتري ملابس من ماركات فاخرة، وليس لديه فيلا أو يخت. لكنهم بدأوا يتحدثون عن ماني فقط بعد أن التقط المصور صورة مثيرة للاهتمام لماني وفي يده هاتف آيفون 11 بزجاج مكسور. وعلى الرغم من أن لاعب كرة القدم يكسب الكثير من المال ويمكنه شراء 350 جهاز آيفون جديد في الأسبوع، لكن وفقا لساديو نفسه فإن شراء سيارة جديدة أو ساعة لن يجعل العالم أكثر سعادة. لذلك يفضل إنفاق المال بحكمة. في البداية عند حصوله على دخل ثابت، بدأ الرجل في بناء العديد من المدارس وملاعب كرة القدم في قريته الأصلية في بامبولي، لأنه يعرف من تجربته الخاصة معنى عدم وجود فرصة أولية لتعلم الكتابة والقراءة، ناهيك عن ممارسة الرياضة. كان الدافع الرئيسي وراء إحياء هذا المشروع هو الأمل في أن يجد المراهقون الذين نشأوا في القرية كل الظروف لبناء حياة رياضية ناجحة. وكان هنالك المزيد، حيث اكتشف الصحفيون أنه منذ عدة سنوات كل أسرة في هذه القرية وهنالك أكثر من 100 منهم يرسل ساديو لهم شهريا 100 دولار حتى يتمكنوا من تناول الطعام والحياة بشكل جيد. يجدر الذكر بأن الناس في السنغال يعيشون بأقل من دولار في اليوم الواحد، كما يزودهم ساديو بالأدوية والملابس والأحذية. وفقا لماني هذا المبلغ لا يسمح لهم بالاسترخاء، ولكن في نفس الوقت لن يضطر الناس لتجربة الجوع كما كان الحال مع لاعب كرة القدم في الصغر. يمكنك رؤية حقيقة أن السكان المحليين فخورون بابن وطنهم بالفعل في مطار داكار، حيث يتم استقبال جميع السائحين عند المدخل بواسطة لافتات ذات وجه مبتسم لابتسامة ساديو التي تعتبر العنصر الأكثر جاذبية في الإعلانات المحلية والذي يمكن رؤيته في كل مكان. الحالة الأخرى التي قدم فيها ماني مساعدة كبيرة لبلده كانت بعد انتشار فيروس كورونا. بحسب اللجنة الطبية في السنغال، تبرع ساديو بأموال ضخمة لبناء مستشفيات جديدة وشراء أجهزة التنفس الصناعي وعلاج المصابين. لا يزال المجتمع الدولي مندهشا من عدم فقدان ماني لبساطته بعد الانتصار المذهل لليفربول، والمال والشهرة لم يؤثر على عقله، لأنه مع كل فعل من أفعاله يظهر لاعب كرة القدم مدى أهمية أن يظل شخصا غير مهتما. مؤخرا على الانترنت كان هنالك مقطع فيديو يظهر فيه لاعب كرة القدم المشهور ينظف مرحاض مسجد مع صديقه، وهذا ما قاله ماني في إحدى المقابلات: بمجرد ذهاب إلى المسجد التقيت بصديقي العزيز فدعوته لتناول الشاي في المنزل بعد الصلاة، لكنه قال يجب أن أعمل، أحتاج إلى تنظيف دورات المياه في المسجد. دون تفكير مرتين أجبته أنه يمكننا القيام بذلك معا. في تلك اللحظة قام شخص ما بتصويرنا وطلبت منه عدم نشر الفيديو على الانترنت، وتعهد ذلك الشخص بأنه لن يفعل ذلك. ومع ذلك في اليوم التالي ظهر الفيديو على الانترنت، لكن هذا ليس مخيفا بالنسبة لي، هذا أمر طبيعي، لقد أتيت من قرية صغيرة وترعرعت على يد أمي وعمي وجدتي، في شبابي عملت في الحقول وما زلت أفعل هذا كل صيف عندما أعود إلى المنزل. بالنسبة لي فإن مساعدة الناس هي أهم قيمة. جعل ماني الكثير من الناس يفكرون في معنى الحياة، ومثل هذه الحالات كثيرة، فقط ساديو لا يعلق أهمية عليها، وليست كلها يمكن رؤيته على شبكة الانترنت. على سبيل المثال ذات مرة كان ماني ذاهبا مع فريقه إلى الحافلة، فلاحظ عاملا يفرغ قوارير المياه، وعلى عكس زملائه الآخرين توقف وساعد الرجل. بالإضافة إلى ذلك اشترى العديد من المنازل للعائلات الكبيرة في السنغال،
ودفع لأكثر من 30 عملية للأطفال. ومع ذلك اتضح أنه حتى لم ينفق المال على هاتفه المكسور، فقد أهداه له زميله في الفريق جورجينيو فاينالدوم منذ سنوات بعد أن ضحك الجميع من هاتفه القديم. لدى ماني جهاز آخر باهظ الثمن تحصل عليه بعد الفوز بدوري الأبطال. أهدى النادي جميع اللاعبين هاتف آيفون إكس أس ذهبي 24 قراط، لكنه بالطبع ماني لم يظهر به. في مقابلة مع إحدى الصحف الغنية قال المهاجم السنغالي: لماذا أحتاج إلى ساعات وسيارات؟ لماذا أريد 10 سيارات فيراري و20 ساعة من الماس أو طائرتين خاصتين؟ ما الذي ستفعله هذه الأشياء لي وللعالم؟ بالطبع لدي سيارة، ولكن واحدة فقط وساعة واحدة أيضا. كنت الشخص الذي مر بأوقات عصيبة ولعب كرة القدم حافي القدمين ولم أحصل على أي تعليم أو حتى أشياء، لكنني الآن أكسب وأستطيع مساعدة هؤلاء الأشخاص. بنيت ملاعب ومدارس، والأشخاص الذين يعيشون في فقر نقدم لهم الملابس والأحذية والطعام. على هذا أنفق الكثير من المال كل شهر، ولكنني لست بحاجة إلى التباهي بالسيارات باهظة الثمن والقصور والسفر. أفضل أن يحصل شعبي على قطعة مما أعطاه الله لي. قصة ماني تعلمنا ألا ننظر إلى الحياة من الجانب المادي ونجد السعادة في الأشياء الصغيرة، وإذا أمكن نساعد أولئك الذين يحتاجون المساعدة. هذا الشخص خرج من القاع ولم يكن لديه شيء سوى كرة القدم، على عكس الكثيرين منا. الأمل في قلب ماني ساعده على عدم الاستسلام وتحقيق هدفه، وعندما حدث كل هذا له ظل هو نفس الرجل البسيط الذي يعيش بنفس البساطة مع الكثير من العطاء للآخرين. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة الرائعة، فنتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.